حبيبنا الأستاذ خليل الحاج توفيق. صباح الخير. صباح الخير أخوي ياسر. كيفك حبيبنا؟ الله يديمك. رافقته أمين عمان في الجولة على تجار وسط البلد وطلعنا بقرار. بدي أسألك هذا القرار هو اللي كنت تطمحوا له؟ هل هو مرضي بالنسبة للتجار؟ شو تقييمكو؟ طبعا لا. يسعد صباحك أخوي ياسر. الله يسعد الصباح حبيبنا. كان موضوع اللي صار في وسط البلد والضرر اللي تعرض له زملائنا وإخواننا التجار ومواطنين أيضا سياراتهم موضوع يعني ألم الجميع بصراحة. أنا التقيت رئيس وزراء تذكر لما وصل من لندن على وسط البلد. نعم. وشرحت له المشهد المؤلم اللي كان موجود وكيف غياب حتى التواجد الحكومي والتقصير وحجم الضرر اللي احنا شفناه يوم الخميس بالنهار. وثاني يوم بالأمس التقيت دولة رئيسي مكتبه وأيضا استكمالا للجولة وطلبنا بصراحة قلنا له إذا ما في تعويض كل الأمور هاي التعاطف والشغلات البسيطة لن ترضي الناس ولن تكون في عدالة الموضوع. من ضمن مطالبنا احنا كان مطالبنا عديدة تعويض لكافة الأضرار اللي صارت سواء بالديكورات بالبضائع انه يتم إعفاء التجار من رخص مهن من ضريبة الدخل لفترة في أمور أخرى زي المبادرات حتى الإخوان انه اللي قاموا في بعض الجهات انه يكون في توجيه لإدارة السير عدم مخالفة الناس في وسط البلد في هذه الأيام. مطالب كثيرة. امبارح التقيت مع الأمين ونزلنا شوي على سقف السير زرنا بعض المحلات وبناء على أحد مطالبنا كان طموحنا أكثر من سنتين فمع الأمين بنسب لمجلس الوزراء بإعفاء سنتين هذا أحد المطالب. ففي بناء صار لبس قبل يعني طموحكم شو كان يصل؟ شو السقف اللي كان واصله؟ مع احنا اول شيء لازم يكون مطلبنا الرئيسي تعويض الناس انه هون في تقصير صار فالبضاعه اللي تلفت والاضرار الحكومه هي مسؤوله عن تعويض هذه الناس. في توجه قانوني لدى التجار حسب ما قرات امبارح على صفحه الاستاذ اسعد القواسمي نقيب تجار الالبسه والمجوهرات بانه والله اللي متضرر وبشوف بانه بده يلاحق قانونيا. فكرك احنا ملاحقة قانونية لمؤسسة ذات سيادة زي عمان زي أمانة عمان نظامنا القضائي بيستوعبها؟ طبعا هلا احنا كغرف تجارة احنا تونينا هذا الموضوع بالمجلس الإدارة اللي صار يوم الجمعة الطارئ اخوي ياسر كان موجود مستشارنا القانوني وبحثنا هذا الموضوع. الخطوة الأولى اللي هي يعني حماية هؤلاء الناس وضمان حقوقهم تقديم طلبات لدى قاضي الأمور المستعجلة. قاضي الأمور المستعجلة. بالأمس استقبلنا 106 زملاء وكلوا محامي الغرفة لأن احنا تعهدنا بتحمل تكاليف المحكمة والمحامي في الغرفة. امبارح جاء 106 تجار وكل المحامي وكان قيمة الأضرار اللي ذكروها في النموذج حوالي 3 مليون دينار. 3 مليون دينار. 106 تجار اليوم سنستقبل باقي زملائنا. الآن هذه خطوة أولى لتثبيت واقع الحال واقع الضرر ومداهمة المياه اللجنة المحايدة اللي أوعز فيها دولة رئيس الوزراء متوقعين تؤتي بثمار يعني؟ شوف في شغلتين في جهة محايدة لإثبات اللي هل هناك تقصير أم لا وفي لجنة حصر الأضرار اللي احنا عضو اعضاء فيها امبارح تشكلت بعد لقاء يعني بناء طلبنا لانه الصوره العامه لتشكيلها مين؟ كلهم اعضاء غرفه تجاره عمان؟ لا احنا لا اللي فيها وزاره الصناعه والتجاره ضريبه الدخل الجمارك وزاره المياه الداخليه وفيها غرفه تجاره عمان وغرفه الاردن يعني. اي والله عبين ما عبين ما انتم تتراسلوا بس وتصل الورقه من مندوب فلان لمندوب فلان بدك 15 سنة تتخلص الموضوع. شوف احنا يعني لن نقبل ان يكون هاي لجنة كاللجان اللي غيرها اخوي ياسر. بصراحة احنا موضوع ما بدنا نكون احنا سلبيين لما يقولوا بدنا نحصل اضرار ما في تعويض من غير ما تحصل اضرار. والموضوع شائك بصراحة. طب يعني قديش بتصورك التايم تيبل مشان تحصل الاضرار قديش بتكون انتو وقت؟ احنا انا امبارح حكيت له جسنا تجارة لما بالليل تقابلنا قلت له بالكثير اسبوع قال يمكن اسبوع ما نقدر. قلت له احنا اول يوم يومين ببين معانا قديش اللجنة بتقدر تنجز باليوم.
الوضع مش سهل تحت في اخوي ياسر. يعني قال لك اسبوع ما بيقدر، يعني بده اسبوعين وزير الصناعة والتجارة. مش هو اللي بيقرر اللجنة، بس بقول لك لا، يعني هو بناء على تقييمه بانه اسبوع غير كافي. هذا يعني انت لما تطلع بالاعلام تقول اسبوع الناس بتسجل لك. ما انا بقول لك هو قال بانه اسبوع غير كافي، فاكيد اتفقتوا على يعني احنا كان التوقع انه من 10 ايام ل 15 يوم، لكن امتى تبين معنا اخوي ياسر؟ في اول يوم تنزل فيه اللجنه ان شاء الله، يمكن من بكره تبلش عملها، واحنا صرينا تكون من صباح يوم الاثنين لانه فيش وقت، والناس في ناس انكسرت، في ناس معاش راس مالها كله راح. سيدي من اول يوم ببين معنا بالثمان ساعات او اكثر الدوام. طيب هاي اللجنه قديش ممكن تنجز، كم محل تزور يوم الاربعاء مستهل. يوم الاربعاء 20/20/3 اسمح لنا نزعجك بتليفون الصبح نشوف شو صار بهذا الموضوع. مش هسمع صوتك من 20/3 يعني؟ لا مش راح، الا اذا تشكلت وباشرت التقييم بنقطع هذه الفتره. احنا بس مشان معالي يكون مرتاح. لا هو مش، لا بس لا الامان يعني، مشان احنا نقول ما لناش دخل معالي في الموضوع. كيف هو اللي اعترض على المده بيقول لك غير كافي، فاحنا بدنا اياه مرتاح. ما حكيناش شيء غلط، مالك ابو؟ لا انا مشان حتى لا على ثاني انه انا اجيب الزلمه لا الكلام. لا انت حضرتك قلت بانه طلبته اسبوع، قال لك مده قصيره. لا انا طلبت انه المده لا تزيد، لا تزيد عن اسبوع. عن اسبوع. فقال لي ابو حمزه اذا التزمنا اليوم بعد اسبوع وثمان ما خلصناش بصير احنا يعني في انتقاد لنا، خلينا نشوف نتفق انه لما يبين العرض الواقع قديش حجم الإنجاز اليومي. هذا دليل عدم تمكن يا سيدي، هذا دليل عدم ثقة بالآليات الموجودة عندنا وبالخطة، مع كل الاحترام والتقدير. لو أنا واثق بأني قادر على إنجاز هذا الأمر باجي بحدد يوم وبعطي. اسمح لي يا أبو حمزة، اسمح لي، عطوفتك سعادتك اسمح لي، لو أنا عندي نية صادقة وعندي القدرة وعندي الأدوات اللازمة باجي بقول لك أنا باليوم الفلاني ناقص يوم أو زايد يوم، ولكن عدم التزامي أنا بتارجت على الأقل قدام غرفة تجارة عمان والرأي العام بأني أنا أطلع بنتيجة للجنة التقييم. إحنا مش لجنة تعويض قاعدين نحكي عنها، هنكون عادلين. فيش حدا يمكن أحرص مني على حماية التجار، وأنا الوحيد اللي يمكن مش ممكن أجامل الحكومة في حياتي لو عرفتي. أوكي الموضوع هاي سابقة، ما عمره صار في زيارة تجار في تحت الأرض وبسواق وفي زواريب وبضاعة بالملايين، هاي سابقة. ما حدا، أنا رئيس غرفة تجارة اليوم لو قلت لأبو حمزة بدك تنزل قديش بدك يوم، موضوع مش سهل. إحنا مش لازمين نشلفك، بدنا اليوم هاي حقوق للناس. بدك تنزل على محل الضرر بعشرة أو بمئة ألف، كيف بدك تثبت؟ بدك تجرد وتشوف البضاعة التالف الكراتين المبللة، إذا تصرف فيها وفي جزء كبير تصرف، بدك تشوف في فواتير بيانات جمركية، موضوع مش سهل. فأنا مش بدافع عن الحكومة، بس أنا حتى نكون نكون عادلين. الموضوع لو هي سابقة إنه تنزل لجنة تجرد بتجار مستودعاتهم تم تعرض محلاتهم لفيضانات، هاي أول مرة بتصير في الأردن، ما صارت. فعشان هيك صعوبة يعني امبارح حتى لما نزلت أنا أمين، يعني في ديكورات كيف بدك تقيمها، في كهرباء ضربت كيف بدك تقيم بالمحصلة. أبو حمزة بالمحصلة شو اللي بدك توصل له؟ شو اللي بدك توصل له؟ قديش ممكن احنا نقول بانه فترة مريحة تستوعب كل الاعمال المطلوبة؟ قلت لك ببين معانا اخوي ياسر اول يوم للعمل للجنة بصراحة، يعني اللجنة رح تعمل في اليوم 8 ساعات تمام؟ فمش هتقول يعني فيها جهة فيها. طيب اذا بقنوات تحت الهواء ممكن تمرر لنا لما تبدأ اللجنة ونشوف يعني تقييمهم لهذا الموضوع. واحنا من عندنا اسبوع زيادة سيدي حبيبي قلبي. تسلم خليل بيك، شكرا لك. شكرا يعطيك الف عافيه. شكرا.